احنا هنعمل مع بعض كرامبل التفاح. بالنسبة لمقادير الفيلينج عندنا 1 كيلو تفاح أخضر مقطع ويدجز ومقشر، 1 عصير ليمونة واحدة، 175 جرام سكر، وربع معلقة صغيرة قرفة. بالنسبة للكرامبل هيكون عندنا 350 جرام دقيق، 175 جرام زبدة، و 100 جرام سكر. هنبتدي بالتفاح. هحط السكر والقرفة وأقلبهم مع بعض وأحطهم فوق التفاح. نقلبه شوية وهنضيف عليه عصير ليمونة. هناخد التفاح نحطه في الصينية. يفضل تبقى الصينية اللي هنقدم فيها لأن ده صعب يتغرف في طبق تقديم. وهنحط التفاح في الصينية وهندخل التفاح الفرن، ويفضل ان احنا نحطه في قاع الفرن على طول علشان الحرارة تبقى جاية عليه على طول ويستوي بسرعة. مش عايزينه يستوي تماما، هيستوي بس نص سوا، وبعد كده هنحط عليه الكرنب. دلوقتي نبتدي نعمل الكرنب. هحط الزبدة الدقيق والسكر مع بعض، وهنخلطهم مع بعض لحد ما الملمس بتاعهم يبقى ملمس زي الرمل. زي ما احنا شايفين ده الملمس بتاعه، احطه هنا في بول. وبكده الكرامبل جاهز ان احنا نستعمله فوق التفاح لما يستوي نص سوا. هطلع التفاح من الفرن. هو طبعا هيحتاج ان هو يقعد في الفرن اكتر شوية، هنلاقيه ابتدى ينزل المية بتاعته بس لسه التفاح ماسك نفسه. هنجيب الكرامبل ونحطه فوق التفاح. ممكن نحط مكسرات كمان مع الكرامبل، ممكن نحط شوية ملح هيديله برضو طعم لذيذ، ونوزعه عليه. ودلوقتي هنرجع نرجعه الفرن مرة تانية لحد الوش بتاعه ما يتحمر خالص وياخد لون حلو. فدلوقتي ادخله الفرن. المرة دي هنحطه على الرف اللي في النص عادي مش تحت خالص، واطلع الجاهز من الفرن.